عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده. انا هقول لك بقى، الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف، وهينور احمر. هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف، وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور. هنبدا وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كم سنه؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسه؟ لا. طب وهنا؟ انا خصماني. خصمك؟ يعني انت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب ادم؟ لا، بس هي بتحب اعرفك. معلش، ممكن تقول ايه دلوقتي لهنا وادم؟ ممكن اقول لهم بشكر. بتشكرهم؟ ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظه الضعيفه اللي انت فيها دي؟ الفار والقط. بحب الفار والقط. غني لهم الفار والقط. الفار والقط الاتنين دول دايما مختلفين طول السنه الاربع تسوم اركو فر شمال ويمين. هو ادم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ انا مش رفيع، انا تخين. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجة حلوة على فكرة. عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ببقى جعان. ايه اكتر حاجة بتحبها في الاكل؟ بحب التورتة. ولا الجاتوه؟ الاتنين مع بعض. بحب الجاتوه والتورتة. انا ايه بقى؟ انتي رفيع. انا رفيع ليه؟ انا ايه؟ قول عادي. ادي. قول. بص. بصي انتي كلبوزه بس رفيع. تمام ميرسي. انت بتحب مامتك اكتر ولا باباك؟ بص انا بحب ماما. بتحب ماما اكتر ولا صلاح؟ صلاح بيخوفني، ما بحبوش. انا بحب ماما بس. صلاح بيلبس الوش وبيخوف. في اي اسرار مخبيها عليا؟ انا مخبيها على صلاح. ماما لما بتجيب لي شاورما انا بخبيها. لو ما تخافش وعلي صوتك. انا وانت ايه؟ صحاب. كم اول لما بيجي عندنا صلاح انا بخبي الشاورما، هو يدخل بقى براحته. بتخبيها تحت السرير؟ لا بخبيها في الشنطه. في الشنطه؟ فدي الحاجه اللي انت مخبيها عليا. وايه تاني؟ قالين الصغيره لما بطلع بحاجه او لعب بتاخدها مني، بتقول لي دي تحت لينا. هي رزله صح؟ لينا دي. فك الحاجات دي وتعالى سلم عليا عشان انت كسبت في الفقره دي لانك كنت صادق وجميل. بص هتمسك دي. وايه؟ هتحاول تعديها بمنتهى الثبات وانا هقول لك جمل وتقولها معايا وتحاول تعديها من غير ما تلمس عشان لو لمست هتتكهرب. ماشي؟ اوعى تتكهرب. بص تعديها كده اهو. بص كده 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 كده. الحمد لله الحمد لله هتعدي بسرعه. خد حاول انت بقى. استنى ما تمسكهاش غير لما امشي عشان هتكهرب قوي. اول ما اقول لك تقول ايه تبتدي تعديها. ماشي؟ هنقول جمل سريعه. اول جمله: ستي بسبست لي بسبوسه بالسمنه والسكر. ستي بسبستني السمنه بالسكر والعسل. يلا حلو قولها. يلا قول.
لا 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 كده جامد قوي، كده جامد قوي كده. البولت علي عليك ولا ايه؟ علي عليا. علي عليك؟ اسم الله. معلش انت كويس؟ فن امسكها كده، هقول لك جمله تانية بقى عشان انت الاولانيه كده اتحرقت. ارنبنا في منور انور، ارنبنا في منور انور. قول قول. ارنبنا في منور انور. ايوه ارنبنا في منور انور. ارنبنا في منور انور. ارنبنا شاطر شاطر، برافو، هتعديها اهو. لا دخلها لجوه. ماشي. المشمش ده مش مشمشنا. المشمش ده مش مشمشنا. المشمش ده ايه ده؟ ارجع تاني؟ خلاص انت كده عديتها. انت عمرك اتكهربت قبل كده؟ اتكهربت وانا صغير. عملت ازاي؟ معلش الحمد لله ربنا صدق. بص بقى دلوقتي هسألك أسئلة سريعة جدا جدا جدا، لازم تجاوب عليا في لحظة وإلا الجردل اللي فوقك ده هيوقع عليك مية ساقعة متلجة، فتجاوب بسرعة، وكل ما هتتأخر في الإجابة الجردل هينزل ويدلق المية. يلا واحد اتنين تلاتة. اسمك إيه؟ اسمي ياسر. عندك كم سنة؟ فايف فيلز. اسم أخوك إيه؟ صلاح. عنده كم سنة؟ 14. بسرعة. اسم أبوك إيه؟ بسرعة. عنده كم سنة؟ لا قول قول قول. خلاص خلاص إن شاء الله هيعدي. طب جاوب عشان يطلع. بتحبي مين أكثر، باباك ولا مامتك؟ أنا بحب بابايا. بتلعب كرة؟ بتحب الكرة؟ بحبها. بتحب الباسكت؟ بتلعب في مناخيرك؟ لا ينزل. اخيرا الحمد لله انت عديت من المرحله دي بسلام. شفت جردل تليح. طيب هقول لك امثله وترد عليا بالمثل التاني. ماشي ماشي. بصله المحب حلوف ولا خروف ولا زعنوف؟ انا بحب الزعنوف. بتحب الزعنوف؟ وانا كمان بحب الزعنوف، يبقى زعنوف. برافو. العلم فيه الراس مش فيه الهراس الكراس البصاص. انا بحب البصاص. انت اخر حاجه البصاص. ضربني وبكى وسبقني و هشتكى بشتكى فاشتكى. سبق سبق. وسبقني. ماشي. اخر سؤال، داري على شمعتك، تبيت تزيد تليت؟ تزيد. تزيد. انت بتحب تزيد، وعشان كده انت كسبت معانا. الف مبروك، وهنفوقك بالبخه دي، ويلا تعالى عشان تروح لمامتك ونستقبلك في الاختبار التالي. شوشو. أهلا. أنا شوشو في البوليس. يعني إيه شوشو في أنت هتعملي لي إيه؟ متخافيش. وأنت ملبساني ليه كده؟ متخافيش، حطي إيدك على الجهاز ده والجهاز ده. اسمك إيه؟ جنى. برافو. عندك كم سنة؟ 7. حاسه انك مرتاحه ولا حاسه انك قلقانه وخايفه مني؟ لا انا عادي بصراحه. انا خايفه مني. تحب المدرسه؟ بحبها. اصحابك في الفصل بتحبيهم؟ كلهم؟ في واحده بس ما بحبهاش. اتنين. اسمهم ايه؟ صباح وملك. بس. وصباح بتقولك ان هي احلى منك مش كده؟ وانتي شايفه ان هي احلى ولا انتي احلى؟ لا انا شايفه انك انتي احلى. ليه؟ فكرة صباح احلى. خلاص هي احلى بس هي مش احلى. تحبي مين اكتر، مامتك ولا باباك؟
بابايا. ليه بتحبي باباكي اكتر؟ علشان بيعمل لي اللي انا عايزاه، وكمان بياخدني في اي حته هو رايحها. بس طيب يبقى صحيح، انت كسبتي كمان معايا. شكرا. يلا طب لك ماشي ماشي. يلا شيلي ده. انت بتحبيني ولا لا؟ والله بحبك قوي. انا كمان. تعالي بقى انت. حاضر. يلا بس على فكرة صباحة دي وحشة. صباح ايه؟ وحشة. هو دوت عارف، هو لسه متصل بيك. صباح حلو ولا وحشة؟ حلوة. هو لسه هيفضل مكمل معاكي؟ خلاص هو ده ارتبط بدماغك. اوعي تقولي على صباح وحشة تاني. عيب كده. عيب ليه؟ عيب. هي مش أكبر مني. لا عيب، مش لازم اللي أكبر منك، حتى اللي أصغر منك لازم تقولي عليه حلو. ماشي. وكل الناس اللي ربنا بيخلقها شكلهم حلو، اوعي تتريقي على حد تاني. حاضر. يبقى صباح حلوة ولا وحشة؟ حلوة. وأنا تخينة ولا رفيعة؟ ترفنعة. يلا خلاص يا باشا.